صباح الخير واهلا بكل مشاهدينا اللي بينضموا الينا من خلال شاشه الثانيه. يوم جديد بيبدا مع حضراتكم ومصرين. صباح الخير يا حبيبي. صباح النور عين، صباح النور مشاهدينا الكرام. يوم جديد بيبدا، امبارح كان حر، النهارده في نسمه هواء، في سنه برد، مش عايزين نخفف مره واحده. جاكيت خفيف زي ما كل مره بنطلع نقول كده معاك، لو الدنيا حر ما تلبسش جاكيت، لو الدنيا بردت حط الجاكيت عشان نبعد عن الامراض والانفلونزا والبرد. طبعا يوم الخميس والجمعه كانت موجه حاره ورجعت الحراره يعني معدلاتها الطبيعيه مره ثانيه، واعتقد انه مع بدايه يعني مع شم النسيم اعتقد الناس تبدا تخفف بقى، لانه ساعتها الجو بيبقى امان وخلاص، يعني بيبقى دخلنا في فصل الربيع. النهارده عندنا حلقه متنوعه مع حضراتكم من مصر جميله. خلونا في البدايه نقول انه بدايه الصمت الانتخابي بدا من اليوم، وان شاء الله الانتخابات الرئاسيه هتبدا من يوم الاثنين والثلاث والاربع. وطبعا خلال فتره الصمت الانتخابي يحضر على المرشحين ان هم يظهروا في وسائل الاعلام، ويحضر ايضا على وسائل الاعلام ان هم يتحدثوا عن المرشحين. لكن خلينا نقول انه في تيسيرات وتسهيلات كبيره جدا من قبل الدوله والهيئه العامه للانتخابات لمشاركه الساده المواطنين في العمليه الانتخابيه. ممكن اي حد يكون لسه بيدور او مش عارف لجنته او المكان اللي يقدر ان هو ينتخب فيه يبدا يبعت رساله ل 5151، وبيجي له اسم اللجنه ورقم اللي هو مقيد فيه في الجداول الانتخابيه. ان شاء الله بنتمنى مشاركه يعني مشرفه من الساده المواطنين في العمليه الانتخابيه باذن الله تعالى. بإذن الله، أهم حاجة ننزل ونشارك ونذهل العالم كله زي كل مرة، عبقرية المصريين لازم تبان ونوريهم قد إيه إحنا بنحب بلدنا. انزل وقول اختار اللي أنت عايزه، لكن المهم ننزل، ننزل كتير كمان، وننزل في كل حتة وننتشر ونصور وننزل على الفيسبوك وننزل في كل حتة، ده دورنا، ده بلدنا بتنادينا، فلازم ننزل ونشارك. طيب حاجة تانية سريعا قبل ما نخش بسرعة في الحلقة، الفترة اللي جاية يا جماعة الجو هيبتدي يتعدل، ابتدوا اخرجوا وتفسحوا، والحدائق العامة جميلة جدا، والأعياد الربيع ابتدت، والورد متفتح في كل حتة. الحدائق اللي عندنا الأورمان والزهرية والحاجات دي كلها، خد يعني العيلة وانزل اتفسح في أي وقت من الأوقات، تنبسط جدا وهتبقى شحنة جديدة وطاقة إيجابية جديدة بإذن الله، تبتدي بيها يعني موسم عمل جديد بإذن الله. إن شاء الله. أول فقراتنا النهاردة عالم الجمال في مصر جميلة، والنهاردة بنتكلم على تشوهات الأذن والتشوهات الخلقية للأذن وكيفية علاجها، وهيكون معانا طبعا دكتور منير ويليام كبير أطباء جراحة التجميل، وهنتكلم معاه بالتفاصيل أكتر ونشوف مع حضراتكم فيديوهات لكيفية إصلاح العيوب الخلقية للأذن. الفقرة الثانية اسمها شكرا أهالينا، ودي هتبقى معانا بإذن الله يمكن فقرة ثابتة. كل أب وأم وقفوا قدام أو مع أو في ظهر ولادهم في موهبتهم أيا كانت، هيبقوا معانا ويشرفونا هنا، وهنتكلم على الموهبة دي. النهاردة عندنا يعني فن جميل جدا وهو فن الاركات، انا شخصيا بحب قوي الحاجات اللي بالخشب واللعب بيها والاركات بالذات. معانا مسعد سعد علي الفيشاوي وفنان الاركات كريم الفيشاوي، ونشوف دور الاب ودور الاسره في ان هما كانوا باكينج وبيدعموا ابنهم لغايه لما وصل. هما جايين لنا من اخر الدنيا صحيح، وهيشرفونا وينورونا باذن الله في مصر جميل. هنطلع فاصل مع كل مشاهدينا ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم وعالم الجمال في مصر جميل.